بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه المرويات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في زكاة السائمة. وكنا قد توقفنا عند الرواية المذكورة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن الخير والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهم، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيهما 5 دراهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن الخير والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهم، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيهما 5 دراهم. فبيذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا صدقة لا في الخير ولا في الرقيق، لا صدقة لا في الخير ولا في الرقيق. قلنا مهما بلغت حجم هذه الأموال عند صاحبها من خير أو رقيق فلا صدقة فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا زكاة مقرورة فيما يمتلك الرجل من خير أو من رقيق، إلا كما قال العلماء بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع فلا تجب زكاة بالخير والرقيق. قال البعض أنها لا تجب لا في تجارة ولا في غيرها، ولكن نجد العلماء يقولون لو كان قد اتخذ هذا الخير للتجارة فيجب فيها زكاة التجارة، زكاة عروض التجارة. يبقى أي مال بيتخذ الإنسان بغرض الربحية وبغرض الاتجار يبقى هتفرض عليه زكاة عروض التجارة، تفرض عليه زكاة عروض التجارة. فمعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن الخير والرقيق، أي لا صدق لا في الخير ولا في الرقيق. يبقى البعض حمل هذا الكلام على ظاهره وقال يبقى لا صدقة مفروضة لا في خير ولا رقيق، سواء كان للملكية أو كان للاتجارة، ولكن العلماء يقولون طالما اتخذ ذلك للتجارة يبقى هتفرض عليه عروض التجارة، قلنا عروض التجارة. أما كان قد استعمل ذلك يعني مهما كثر حجم هذا الخيل أو هذا الرقيق عند الرجل، ولكن طالما ليس للاتجارة يبقى ليس فيها زكاة. هذا توجيه العلماء لهذا الكلام لكلام النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لذلك الأمر. قال: فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهم، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 فيهما 5 دراهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الرقة ربع العشر، في الرقة ربع العشر. قلنا يبقى ده النصيب المفروض أو المقدار المفروض في زكاة الفضة. وكذلك أيضا هذه رواية كلها رواية مطلقة، قال في الرقة ربع العشر، وبالتالي لم يبين إن كانت هذه الرقة لها يعني نصاب تستحق من خلالها الزكاة عليها، ولا في الرقة، لأن في الرقة كأنها بتشمل القليل والكثير، ولكن كما بينا دوما الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة، ولكن من تجميع يعني طرق هذه الروايات التي ترد تحت باب واحد، ثم بنستخرج منها بعد ذلك الحكم. في الرقة ربع العشر، قلنا إن الكلام ظاهره كأن في الرقة سواء كانت قليلة أو كثيرة، لكن ترد الرواية بعد ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس فيما دون 5 أبواب صدقة، يبقى لو كانت أقل من 5 أبواب يبقى ليس فيها صدقة مفروضة. يبقى الرواية العامة دي هتقيد بهذه الرواية الخاصة، يبقى دي هتخصص بها الكلام. يبقى في الرقة إن بلغت ذلك النصاب ربع العشر يبقى يفرض هذا المقدار في الرقة، طالما أن الرقة الفضة وصلت إلى النصاب الذي قدره النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد هذا الكلام الصريح وليس في 90 و100 شيء، يبقى لو بلغ عنده 90 و100 و190 من الدراهم نقول ليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، إلا أن يشاء ربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قضية ليست مفروضة ولكن كانت من باب التصور، وقال في إذا بلغت 200 ففيهما 5 دراهم، يبقى 100 درهم، يبقى نقول الزكاة المفروض عليها يبقى ربع العشر، يبقى تساوي 5 دراهم كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية بعد ذلك عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة ابن في 40 بنت لبون، قال لا يفرق ابن عن حسابها، لا يفرق ابن عن حسابها، من أعطاه متجرا بها فله أجرها ومن منعها فإن آخذها وشطر مالي، عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل سائمة ابن في 40 بنت لبون، ولا يفرق ابن عن حسابها، من أعطاها متجرا بها فله أجرها ومن عاف إن أخذها وشطر مالي، عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء. يذكر يقول في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون. طبعا بينا قبل ذلك هذه الأنصبة بالنسبة للإبل، قال في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون. ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإبل لو وصلت إلى 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، ففيها بنت لبون. يبقى في الأنصبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ذكر يبقى في من 25 إلى 35 كل هذه فيها بنت مقار أو ابن لبون، ذكر إلا النبي بنت المقار، فإن زادت واحدة أصبحت 36 يبقى في الحالة ديت هيخلط فيها بنت لبون إلى 45 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي قوله في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون نقول يبقى دي داخلة تبع الجدول، يبقى داخلة تبع هذا النصاب، يبقى كما بينا يبقى هذه أنصبة الإبل، يبقى من 36 إلى 45 يبقى فيها بنت لبون، يبقى نقول والله لو ملك يبقى 40 يبقى فيها بنت لبون، لو ملك أكثر من ذلك طالما لم يتعدى ال 45 يبقى عند ذلك نقول فيها بنت لبون، لو كانت زائدة يبقى من 36 فما زال على ذلك الى 45 يبقى بنت لبون. يبقى هذا الكلام نقول في كل سائمة ابل في 40 بنت لبون يبقى داخله، يعني نقول هذا ليس نصاب جديد ولكن هذا هيدخل تحت الأنصبة التي ذكرناها. قال لا يفرق ابل عن حسابها، من اعطاها متجرا بها فله اجرها ومن منعها فان اخذها وشطر مالي. يذكر هنا ايضا كما بينا في مسألة التفريق بين الإبل أو نحن نجمع بين الإبل، يبقى لا نجمع بين مفترق ولا أيضا نفرق بين مجتمع خشية الصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هذا الكلام كما بينا يوجه إلى الساعي والمالك، نقول للمالك لا تفرق بين مجتمع، ونقول أيضا للمالك لا تجمع بين مفترق، قلنا خشية الصدقة، يبقى نقول إن الملك ممكن ينظر كده لو هيجمع هذا المال المفترق، يبقى قلنا عشان أساسا لما في تجميعه هتقل عليه الصدقة، فعند ذلك يقوم بتجميع هذا المال، قلنا على الرغم إن هو مال ليس بمجموع في العالم، ولكن هو جمعه قلنا حتى تكون الصدقة عليه قليلة، نقول ده بالحسابات كما بينا فيه المرة السابقة، فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق ابن عن حسابها. ثم ذكر ايضا يعني كيف بيخرج الانسان الزكاة وهو طيب النفس، يبقى ده مال، قلنا مال مفروض، هذا مال مفروض على الانسان، يبقى في زكاة المال طالما وصل الى النصاب حال عليه الحول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الانسان لما بيخرج هذا المال تبرأ الذمة، ولكن نقول ايضا يخرج هذا المال ويحتسب ذلك عند ربه سبحانه وتعالى، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أن الإنسان لو أنفق النفقة الواجبة على أهله ويحتسب هذه النفقة عند ربه يثاب على ذلك، يثاب، قلنا على الرغم أنه هيأثم لو أمسك تلك النفقة، لو أمسك هذه النفقة يأثم، ونقول لو دفع النفقة يبقى تبرأ بها الذمة، أيضا لو كان يحتسب هذا عند ربه سبحانه وتعالى يبقى ثواب هيضاف إلى ميزان حسنات ذلك الإنسان. كذلك في الزكاة نقول ده المصاب مفرور ملك النصاب حال عليه الحول يبقى فيه مقدار يبقى مفروض في مالي اللي هي الزكاة، فعند ذلك نقول الذمة لا تبرأ إلا بإخراج ذلك المال، وإذا لو أمسك المال كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذه العقوبة يعاقب بها عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، هذا هو الكنز كما بينا وكما فسر الصحابة
رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أيضا يعذب فيها عند رب سبحانه وتعالى لما يقضي رب سبحانه وتعالى بين العباد. فإن دفع ذلك تبرأ الذمة، لكن نقول لو دفع ذلك وأيضا والنفس كانت طيبة في دفع ذلك المال يؤجر على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مستجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن أخذها وسطر مالي. لو إنسان ما عند زكاة يبقى عند ذلك اليمين بيأخذ هذه الزكاة قهرا، يأخذ الزكاة منه قهرا، تبرأ بها الذمة. ولكن عند ذلك نقول لا يثاب، لا يثاب. يبقى الحاكم مطالب أنه يأخذ ويقوم بجباية تلك الزكاة، ومن أمسك أو منع الزكاة نقول يأخذها قهرا، يأخذها قهرا، تبرأ بها الذمة، لكن عند ذلك لا يثاب. يبقى الثواب عشان أنا أخذ بدفع الزكاة، نقول على رغم نيته الإنسان في إمساكها، فإن دفع الزكاة وكانت النفس بها طيبة يقدر على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول كل أساسا يعني يبقى كل نفقة بينفقها الإنسان حتى لو كانت واجبة، ونقول إن يحتسب هذا عند ربي سبحانه وتعالى يقدر على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كما قال ذلك لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان تنفق نفقة تحت ثوبها إلا كانت لك صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ودائما الإنسان يبقى مقبل على الطاعات، نقول بنفس طيبة بنفس راضية، يبقى الإنسان بيقبل على الطاعات، قلنا خاصة المال، يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك بالمال، قلنا لأن الإنسان عنده الشح، مجبول الإنسان أساسا على الشح، شح النفس وحب الإنسان للمال، فحب الإنسان للمال قد يدفعه ألا يؤدي ذلك الواجب الذي عليه. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيحض على ذلك، يحض على ذلك، وأن حتى يدفع هذا المال، وقد أقبل على ربي سبحانه وتعالى بتلك الطاعة حتى يثاب على أساسها. فإن قال ومن منعها منع الزكاة الواجبة فإن أخذوها وشطر مالي، يبقى هنا في الحالة دي حيعاقب هذا الإنسان، يبقى في عقوبة تؤخذ منه قهرا، يبقى لا تطرق تؤخذ منه قهرا. لذلك نقول أن يعني لو ملك أو قوم اجتمعوا على عدم دفع الزكاة يبقى يقوم الإمام بحرب هؤلاء، وأن حتى دفعوا الزكاة كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يبقى لو هؤلاء القوم اجتمعوا على عدم دفع الزكاة قام الإمام بمحاربة هؤلاء القوم حتى يدفعوا هذه الزكاة المفروضة. قال فإن أخذوها وشطر مالي، هل يا ترى بيصادر جزء من مالي؟ يبقى الإنسان عليه زكاة، يبقى الزكاة المفروضة هناخذها، هو منع الزكاة هناخذ الزكاة المفروضة. يا ترى في الحالة دي هل إحنا بنصادر جانب من مال ذلك الرجل عقوبة له؟ هي بمعنى آخر هل يعذب للمنع بجزء من المال يصادر أم لا؟ قال ومن منعها فإن أخذوها وشطر مالي. البعض قال في هذه الحالة هيؤخذ شطر المال ذلك الرجل، يصادر منه شطر المال، نقول عقوبة لمنع الزكاة. يبقى الزكاة المفروضة نقول عليه مثلا انت مقار، يبقى عند ذلك هنجب الزكاة، وإذا رجل منع الزكاة هنجب الزكاة، ثم نقسم المال إلى شطرين، ثم نأخذ شطر ذلك المال، عقوبة لمنع الزكاة، عقوبة لمنع الزكاة. هل يا ترى هو ذا معنى الكلام؟ وهل يجوز العقوبة بالمال أم لا؟ فعلى ذلك نجد أن العلماء يقولون البعض قال أن العقوبة بمتضارة شطر مال ذلك الرجل فعقوبة لمنع الزكاة، قال العقوبات دي كانت في أول الإسلام، كانت بتفرض عقوبات مالية، عقوبات مالية. ونجد أن الإمام الشافعي رحمه الله قال لا يؤخذ منه إلا الزكاة لغير، وقال وجعل هذا الحديث منسوخا، وقال كان ذلك حيث كانت العقوبات في المال ثم نسخت. ومذهب عامة الفقهاء أن واجب على متلف الشيء أكثر من مثله أو قيمته. يبقى مذهب العلماء أساسا أنه لا واجب على متلف الشيء إلا أكثر من مثله أو قيمته. يبقى لكن هو أساسا معنى الكلام أنه لا يؤخذ منه أكثر من المال المستحق، لا يأخذ منه أكثر من المال المستحق. الإمام النووي رحمه الله بيوجه الكلام ده ويقول أن الدعوة بأن الذي الدعوة بأنها كانت عقوبة في بداية الإسلام في الأموال، وقال هذا ليس بثابت ولا معروف، يعني اللي قال أساسا وقال إن العقوبة
دي كانت عقوبة في بداية الإسلام، إن فرض العقوبات عن طريق الأموال. يبقى الإنسان فعل كذا كان يصادر جزء من ماله أو يعاقب ويعذر بمصادرة جزء من ماله. قال إن القول إن دي كانت في بداية الإسلام في صدر الإسلام وبعد كده نسخت. قال القول ده هو ادعاء لا برهان ولا دليل عليه. يقول الإمام النووي رحمه الله إن من ادعى أن كون هذه العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف. قال ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ. بيجي الإمام النووي رحمه الله يبقى يتعقب هذا الكلام. قال اللي قال إن كانت دي عقوبة في صدر الإسلام كان بتقع العقوبات في الأموال وبعد كده الكلام ده نسخ، قال أساسا هذا ليس بثابت ولا معروف، إن كان في عقوبات مالية في البداية على من منع الزكاة أو يعني التعزير بالمال. دي مسألة. المسألة الأخرى قال أيضا دعوة النسخ ده يعني مع جهالة التاريخ يبقى ده دعوة مرضولة، عشان نقول إن يبقى في نسخ ومنسوخ يبقى حكم متقدم وحكم متأخر لازم يبقى عارفين التواريخ، لازم يكون عارفين التواريخ، وإذا لو لم يعلم ذلك التاريخ لا نستطيع أن نقول هذا كان حكم متقدم ولا حكم متأخر عشان نقول ناسخ ومنسوخ. فقال مع جهالة التاريخ يبقى لا نستطيع أن نحكم بالنسخ. قال والجواب عن ذلك ما أجاب به إبراهيم الحربي رحمه الله إنه قال في سياق هذا المثل، قال لفظ وهب فيه الراوي إنه هو فإن أخذوها من شطر مالي. قال اللفظ سلم الجملة ومنعها فإن أخذوها وشطر مالي، قال لا هي إن أخذوها من شطر مالي. فالتوجيه كلام إن أخذوها من شطر مالي. قال المال بتاعه يقسم إلى شطرين ثم يأخذ الجابي الزكاة من خير المالين. يبقى قال المال بتاعه نقسمه إلى شطرين وإن جابي الزكاة يأخذ عند ذلك العقوبة تتمثل إن يأخذ من خير المال. ده بالضبط كده كما نقول في الدية. الدية أساسا بتفرض في القتل الخطأ وقتل شبه العمد. قتل الخطأ وشبه العمد. القتل طبعا العمد في قصد كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. أما في حالة قتل الخطأ أو قتل شبه العمد فعند ذلك بتفرض دية. لكن يفرق ما بين قتل الخطأ وقتل شبه العمد. في قتل شبه العمد بتغلظ الدية. هي يبقى نقول مئة من الجمال. مئة من الجمال في دية القتل الخطأ ودية شبه العمد. مئة من الجمال. لكن في الحالة ديت بتغلظ بقى الدية. 40 منها قلفة. أي أنها في بطونها يعني ولد. في بطونها ولد. يبقى دي في الدية شبه العمد. يبقى الكلام دوت يبقى هي الدية نفس المقدار. لكن عند ذلك العقوبة إنه يغلظ في الدية. يبقى نقول المال اللي احنا هناخده في الإبل هيختلف مع إن هي نقول العدد واحد ويستوفى تماما. لكن في دية شبه العمد يبقى يغلط، هناخد أعلى يبقى أعلى قيمة من أيضا الدية التي في الخطأ. هنا كذلك أيضا ده كأنه منع الزكاة، نقول عند ذلك هناخد الزكاة يقسم المال إلى شطرين وناخذ الزكاة، نقول الزكاة المقدرة خذها ولكن من خير المالين، من خير المالين. يبقى دي العقوبة اللي هي تفرض عليه كما قال الإمام النووي رحمه الله، يرجح الكلام الذي ذكره إبراهيم الحربي رحمه الله. قال فإنها أخذوها من شطر مالي، أي يدعى ذلك المال شطرين ثم يدخل المصدر ويأخذ الطرف الخير مالي، عقوبة لمنع الزكاة، عقوبة لمنع الزكاة. لكن التعذير بالمال قال ده يبقى مش موجود. طبعا هنا التعذير بالمال يعني العلماء يقولون التعذير بيكون بعقوبة بدنية لكن ليست بعقوبة مالية، قال حتى لا يتلاعب الهوى بالسلطان فيفرض هذه العقوبة على إنسان يصادر المال. يصادر المال، فقال عشان ما يبقاش فيها شهوات ان احنا نعاقب ناس تصادر المال، اذا اعجب السلطان بمال مثلا انسان فرض عليه العقوبه بالمال حتى يصادر ذلك المال. قالوا على ذلك نمنع التعذير بالمال، فلا يكون التعذير الا عن طريق يبقى العقوبه البدنيه، لكن التعذير بالعقوبه الماليه يبقى عند ذلك قال لا يتم العمل من خلاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عزم من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء. يبقى لو كان حتى يصادر شطر مالي كنتيجة لمنع الزكاة فعند ذلك كل ده بيدخل إلى بيت مال المسلمين، بيدخل إلى بيت مال المسلمين، حاجب ليس له فيه نصيب ولكن كل ذلك يدخل إلى بيت المسلمين. وقال عزم عزمات ربنا أي حق واجب وكأنه فرض ربنا سبحانه وتعالى. قال حديث دليل على ان ياخذ الامام الزكاه قهرا ممن منعه، يبقى ياخذ الزكاه قهرا قهرا، يبقى قهرا تبرى بها الذمه، تبرى بها الذمه.
يبقى لو كان هي الإمام أخذ الزكاة قهرا ممن منع الزكاة يبقى برأت الذمة لذلك. لو أمسك منع الزكاة الزكاة يأتم، لكن لو أخذت منه قهرا يبقى عند ذلك هنقول إن الزكاة برأت بها الذمة لا يطالب بها مرقا. زي طلاق كده، لو طلق الإنسان ولم يعقل من صلاة شيء نقول لا يترتب عليها ثواب، لكن تبرأ بها الذمة، تبرأ بها الذمة، يبقى برأت الذمة بمجرد أنه أدى الطلاق وأتم الأركان والواجبات ولم يأتي بناقض من نواقض الصلاة، نقول صلاة صحيحة برأت بها الذمة إلى يطالب بها مرة ثانية، لكن نقول يا ترى التهوي لا يرتب عليها بقدر ما عقل منها كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الخطابي رحمه الله: اختلف الناس في القول بظاهر الحديث، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا يوجب غرامة في المال، الغلول في الصدقة والغنيمة لا يوجب غرامة في المال، قال هو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه. يبقى هل الغلول في الصدقة أو الغنيمة، إنسان غل شيء كده في الصدقة أو الغنيمة، يبقى ترى هنفرض عليه غرامة؟ نقول لا، لا تفرض عليه غرامة، ولكن يطالب برد هذا الشيء اللي هو أخذه سواء من الغنيمة قبل التقسيم أو أنه هو غلول أخذه من الصدقة، أخذه من الصدقة. يبقى إنسان كده سرق بعض من الصدقة أو أخذ حاجة من الغنيمة، في الحالة دي يا ترى يعاقب بعقوبة مالية؟ نقول لا، يبقى هترد هذه القيمة، ترد هذه الأشياء. قلنا يعاقب بقى بالسجن، يعاقب بالضرب، بأي صورة من صور، لكن عقوبة مالية لا، ولكن هنرد أساسا ما أخذه من هذا المال أو من تلك الغنيمة. قال البعض أيضا تأول الحديث بصورة أخرى، قال معناه أن الحق يستوفى منه غير مطروق عليه. قال إن البعض يتأول الكلام دوت الحديث ده تأوله بصورة ثانية، قال إن الحق هيستوفى منه غير مطروق عليه، يعني مش هيترك الحق أو هيتاخد. فسأل إن الرجل عنده مال وتلف المال، قال كان عنده 1000 شاة فتلف حتى لا يبقى منه إلا 20، يبقى كان الرجل ليه 1000 شاة وتلفت إلا فلم يبقى منه إلا 20، فإنه يؤخذ منه 10 شياة بصرفة 1000 أو شطر ماله الباقي أي نفس ذلك. قال إن الكلام ده هو يبقى الرجل عنده 1000 شاة، فطبعا قلنا في كل شاة شاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى 1000 شاة يبقى الزكاة المقدرة هتبقى 10 شياة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا تلف المال الرجل ده لم يبقى عند هذا الرجل إلا 20، فقال هناخد شطر المال ب10 نستوفي طالما وجبت الزكاة. يبقى الإنسان عنده 1000 شاة، نقول الحال عليها حول، يبقى وجبت الزكاة، زكاة الألف دي يبقى تتمثل في 10 شياة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، مات زاد عن 300 ففي كل 100 شاة، في كل 100 شاة يبقى الألف، يبقى المقدار المقدر فيها 10 شياة. نقول تلف المال في يبقى إلى 20، ما بقاش عنده إلى 20 شاة، يبقى هناخد إحنا أساسا 10 شياة، لأن ده مال وجب خلاص. فنقول المال دوت يبقى لابد من مصادرة، يبقى شرط كأننا إحنا هنصادر شطر المال ذلك الرجل المتبقي بعد التلف، يبقى الزكاة مش هتسكت، مش هنقول والله بقى عنده 20 شاة في الحالة دي هنبص عليها زكاة ولا لا، ده الزكاة وجبت. لذلك بينا في أخذ الزكاة من المرتد، أخذ الزكاة من المرتد، قلنا الإنسان لو ارتد بعد وجوب الزكاة عليه تؤخذ الزكاة من ماله وباقي المال هيصادر إلى بيت مال المسلمين، يبقى نقول لا زكاة في مال المرتد. الكلام ده لو لم يعمل عليها الحول وارتد ذلك الرجل، قلنا لأن طبعا في الحالة دي لا تؤخذ الزكاة من كافر، الزكاة طبعا هنا بتوجب بين المسلمين أساسا، لكن الكافر ما لهوش زكاة. أنا أعرف إن الزكاة الكافر بيبقى عليه جزية لو كان من أهل الذمة، لكن لا تجب الزكاة إلا على من كان مسلما، ولا تجب إلا من كان مسلما، يبقى غير الجزية وغير يعني غير ذلك من الأموال اللي هو بيأخذ منه الكفار. ده ارتد المرتد، ده نقول يبقى عند ذلك لما ارتد عن الإسلام إن كان عنده مال لم يحل عليه الحول يبقى لا نأخذ منه شيء، كل المال ده هيضطر يثمن مال المسلمين. لو ارتد بعدما حال الحول على ماله وقد بلغ النصاب يبقى عند ذلك الزكاة تجب منه، قلنا لأن وجبت، ولما ارتد عند ذلك ردته لا تمنع من جباية الحق الواجب في ماله، لا تمنع من جباية الحق الواجب في ماله. فكذلك أيضا يبقى عنده 1000 شاة وبالتالي يبقى فيه زكاة مطلوبة، عندما حال الحول يبقى نقول هناك مقدار لابد من إخراج من ذلك المال 10 شياه،
سلف المال فيبقى الا قليل. نقول ثبت في ذمتك، يبقى ثبتت في الذمه هذه الزكاه، يبقى دي زكاه ثبتت في الذمه. وبالتالي حتى لو تلف المال، حتى لو تلف المال تقول خلاص دي ثبتت في الذمه. وبالتالي طالما ثبت في الذمه بعدما حال عليها الحول يبقى عند ذلك نقول يطالب بها، يطالب بها بغض النظر يعني بقي ذلك المال ام يعني تلف ذلك المال. ثم ذكر ايضا في روايه عن معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه الى اليمن امره ان ياخذ من البقر من كل 30 تبيعا او تبيعا ومن كل 40 مسنة من كل حارث، قال يعني محترما دينارا او عدل من المعافر ثياب تكون باليمن. يبقى ذكر معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو من كل 40 مسنة. يبقى ده زكاة البقر وكذلك أيضا نصاب البقر. يبقى نصاب البقر يبقى لو كان دون 30 يبقى لا زكاة مفروضة في البقر. لو كان دون 30 يبقى لا زكاة مفروضة في البقر. ولكن لا طالما انها لم تصل الى النصاب الا ان يشاء ربها كغيرها من الانصبه المذكوره في الانعام، فزكاه البقر يبقى لا تفرض الا ان بلغ ذلك النصاب، نصابها كما قال 30 او يعني ازيد من ذلك الامر او ما زاد. فقال في كل 30 تبيعا وفي كل 40 مسنا. ده طبعا يبقى السن هيشبه من البقر. لكن هذا الزكاة المفروضة لا تفرض إلا إن وصل عندهم نصاب، ونصاب البقر يبقى 30. إن كان دون 30 يبقى في الحالة دي نقول إلا أن يشاء ربها يتصدق تطوع، لكن لو وصل لهذا الحد يبقى عند ذلك نقول ملك النصاب، حال عليه الحل يبقى نأخذ منه على حسب عدد البقر الذي يمتلكه، إن كان يبقى بيمتلك 30 بقرة يبقى فيها تبيع، 40 يبقى فيها مسنة. وبالتالي نقول في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا التبيع اللي هو سنة والمسنة اللي هي لها سنتين. ومن كل حالم يعني محتلما دينارا عدوا من المعافر، بيتكلم على الجزية المفروضة، الجزية المفروضة، الجزية تفرض على كل حالم، كل مكلف من أهل الكتاب انعقد عقد الذمة بينهم وبين الإيمان. يعني الكلام ده إمتى بتفرض الجزية؟ يبقى أن يعطوا الجزية على أنهم صاغرون. يبقى في حاجة اسمها عقد الذمة، إمام المسلمين بيقوم بهذا العقد بينه وبين أهل الكتاب، بينه وبين أهل الكتاب. فعلى ذلك نقول مقابل أن هو يبقى بيدفع كل مكلف دينار، كل مكلف مثلا بيدفع دينار أو ما يعادله من قال من المعافر أي ثياب تكون في اليمن. يبقى تؤخذ كده او كده. فقال دي اساسا الجزيه ممن طبعا لم يدخل الاسلام ويكون من اهل الذمه. وان اهل الذمه دول اساسا يبقوا اهل الكتاب، اهل الكتاب، اهل الكتاب دول عقدوا بينه وبين امام المسلمين هذا العقد، وبالتالي يعرف باهل الذمه. اهل الذمه طبعا هنا يبقى لهم حقوق، لهم حقوق، يبقى ايضا بيدافع عنهم. ونقول ايضا بيبقى فيه شروط ما ينبغي لهم ان يتعدوا اي بند من هذه البنود التي اشترطها عليهم الايمان. لو قلنا خلفوا او نقضوا اي شرط ينقض عقد الذمه وبالتالي يحول الى حربي، يحول الى حربي. لما يجي ان شاء الله تعالى نتكلم عن اهل الذمه نتكلم عن الاحكام المتعلقه بذلك الامر. ثم ذكر ايضا روايه عن سويد بن غفله رضي الله عنه قال سرت او قال اخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تأخذ من غاد لبن، ألا نأخذ من غاد لبن، ولا تجمع بين مفترق، ولا تفرق بين مجتمع، وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم فيقول أدوا صدقات أموالكم. قال فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء، قال قلت يا أبا صالح ما الكوماء؟ قال عظيمة الثمن، عظيمة الثمن. قال فأبى أن يقبلها، قال إني أحب أن تأخذ خير إبلي، قال فأبى أن يقبلها، فخدم له أخرى دونها، فأبى أن يقبلها، ثم خدم له أخرى دونها فقبلها، وقال إني آخذها، وأخاف أن يجد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لي عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبلا. فبيذكر هنا أيضا أن لا تؤخذ الصدقة إلا من أواسط المال،
لا تؤخذ هذه الصدقة إلا من أواسط المال. يبقى إياك والهزيلة وإياك وقرائب الأموال، ولكن تؤخذ من أواسط الأموال. لذلك قلنا إن هي بتقسم الإبل أو تقسم هذا المال إلى ثلاثة، يبقى شطر اللي هو نقول اللي هو هزيل، وشطر اللي هو الكومات أو القرائب، واللي هو الشطر الثالث يبقى الوسط أوسط المال. فبتقبل الزكاة من أوسط المال، لا نأخذ المريضة ولا نأخذ قرائب الأموال، ولكن هنأخذ من أوسط المال كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأخذ من راجع لبن. يبقى نقول دي أساسا لها قيمة عند صاحبها، قيمة عند صاحبها، فلا تأخذ أيضا كأنه قال لا تأخذ من قرائب الأموال، قال ولا تجمع بين مقترض. يبقى كل دي وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم للسعاد. يبقى السائل هو بيجب الزكاة طبعا بيختاره النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أيضا إلى هذه الوصايا. يبقى أوصاه قال ولا تجمع بين مقترض ولا تفرق بين مقترض، وكان إنما يأتي المياه حين تلد الغنم، فيقول أدوا صدقات أموالكم. يعني بمعنى كده يا ترى الجاري ده بياخد الزكاة ازاي؟ يعني كيف بياخد الزكاة؟ بيرد على موارد المال، بيأتي على موارد المال، وبالتالي لما القوم يأتون برجيم أو بغنمهم حتى يكون من المال، يبقى عند ذلك ده المكان اللي هو يجب فيه الزكاة، يجب فيه الزكاة، أو يقول أدوا زكاة أموالكم، يبقى فيه موطن. قلنا يا ترى الجاب ده بيلف على الناس كده؟ ولا هو بيتمركز في مكان كده ويرسل للناس حتى يقول إليه؟ لا، قلنا عشان ما في مشقة لا على الجابي ولا على المالك، يبقى نقول إيه؟ بيرد على المياه، بيرد على المياه، أو المكان اللي هو من الممكن يبقى نقول فيه تيسير على السائل وعلى المالك، على السائل وعلى المالك. لذلك كما قال انما ياتي المياه حين تلد الغنم. يبقى لان قلنا الغنم هتشرب، يبقى او الابل بصفه عامه هتشرب، يبقى فين المكان اللي هم بيشربوا منه؟ يبقى عند ذلك الجاري نقول هذا امكن له، يبقى ده امكن وايسر للجاري وايسر للمالك، ايسر للمالك. يبقى نقول ليس هناك تاثير على المالك ولا تاثير على الجاري. فلذلك قال فيقول ادوا صدقات اموالكم. يبقى هو من الحاله دي يبقى علموا ان هم لابد من اخراج صدقات تلك الاموال. قال فعمل رجل منهم الى ناقه الكوناء، رجل منهم يبقى وجهت عليه الزكاه، فاتى الى ناقه الكوناء، ناقه الكوناء عظيمه الثناء. يبقى ناقه نقول من كرائم الاموال، كرائم الاموال. لذلك ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان العبد لما يغدو الى المسجد فيأخذ آية أو آيتين خير له من ناقتين كوماوين. يبقى قال أيكم أيكم يغدو إلى مبحان فيأتي بناقتين كوماوين لا إثم فيهما ولا قطع رحم. قالوا كلنا يحب ذلك، يعني أيكم يحب أن يغدو إلى مبحان فيأتي بناقتين كوماوين غروين لا إثم فيهما ولا قطع رحم. قالوا كلنا يحب ذلك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الانسان ياتي المسجد فياخذ الايه هي خير من ناقه الكوماء، وايتان خير من ناقتين كوماتين. ومن عدد كما بينا قبل ذلك في بيان ان الانسان كيف ان الايه افضل من ناقه كوماء، افضل بكثير من ناقه كوماء ان غدا الانسان الى المسجد ثم تعلم تلك الايه. قال معنا رجل منهم الى ناقه الكوماء فقال قلت يا ابا صالح ما الكوماء؟ قال عظيمه السماء. قال فأبى أن يقبلها. الجاري كده قلنا طبعا ليه بياخد وصايا، وكذلك أيضا بيعلم ما هي الأموال التي يقوم بأخذها، يبقى لا يأخذ كرام الأموال ولا يأخذ أيضا المريض ولا الدرينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني أحب أن تأخذ خير إبلي. ده اللي هيتبع المالك، يعني نقول ما أنظروش على كده، ده المالك قال نقى أفضل شيء في الإبل وقال له انا هندفع، انا احبك تاخذ احسن حاجه من الابل. نداك من الصحابه رضي الله عنهم، يبقى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. فهو راى كده ان هو يدفع احسن حاجه من الابل، ونقول يعني هو طيب النفس، يعني نقول مش الجابي اساسا جبر على ذلك الامر، ولكن الجابي له حدود فابى ان يقبلها. نقول والله طب الراجل ده عن طواعيه وعن نفس طيبه، فعلى ذلك ابى الجابي ان يقبل ذلك الامر.
فقدم له أخرى، جاء بإبل أخرى واحدة أخرى فأبى أن يقبلها، ثم قدم له أخرى منها فقبلها. لما رأى كده أن هي دي هي من أواسط المال أو يعني تأتي من أواسط المال، قال إني أخذها أخاف أن يجد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول لي عمدت رجل فقيمت عليه إلى يعني خشى أن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب على ذلك الساعي، يعني يقول عمدت رجل فتقيرت عليه إبلة، يعني أخذت من كرائم الأموال. يبقى على ذلك نقول ده كان جابي ليه حدود، ليه حدود. أنا أعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا من رجل، لكن ده ما فادوا إلى الإمام أو الحاكم، لكن ساعي ليه حدود لا يتصرف إلا في تلك الحدود. نقول على الرغم من الرجل والذي يتصدق بقيد ذلك المال، يقول هو أساسا مقبل على هذا الأمر، لا يريد أن يدفع إلا خير ذلك المال الذي عنده، ولكن الجاري لحدود لا يقبل ذلك الأمر لحدود، كما هو لا يقبل الغيرة أيضا لا يقبل كرام الأموال، حتى لو كان إن المالك ولن يدفع ذلك عن طواعية وعن نفس طيبة، لكن لحدود. نقول مرد ذلك إلى الإمام، الإمام هو الذي يعني يأخذ يعني هذه إقرار، هذه إقرار، عشان أيضا ما يكونش الإنسان بيفرض على الآخر شيء، لما خافت إن هو أساسا نقول والله طالما إن الرجل دفع خير ذلك المال هو الذي يدفع ذلك الأمر، قلنا أيضا يعني حدود الساعي ليه حدود، أمر دائما مفاده إلى الإمام، قلنا حتى يكون له يعني حق التصرف، قلنا مخافة إن الساعي يستمر ذلك الأمر ثم يفرض على الناس هذا الأمر، هذا الشيء. وبالتالي يدفع الناس او يحث الناس على الدفع من كرام الاموال، فيبقى الساعي او الجاري كده ياخذ ما ذكر له الامام، وكما هو معروف من اواسط المال. ايضا في روايه عن قيد بن غفله قال اتانا اصدق النبي صلى الله عليه وسلم فاخذت بيده وقرات في عهده لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مفترق خشيه الصدقه. قال ابو داود بين لا تجمع ولا يجمع حكم، قال بين لا تجمع ولا يجمع حكم، يعني يقول لا يجمع بين مفترق ولا لا تجمع بين مفترق. لا تجمع بين مفترق يبقى كأن الوصية دي للساعي، الوصية دي للساعي لا تجمع بين الوصية كده، لا تجمع بين مفترق، لا يجمع بين مفترق يبقى للساعي والمالك، يبقى للساعي والمالك، يبقى أولا لا تجمع بين مفترق يبقى ده نقول للساعي، يبقى ده كلام للساعي. لو لا تجمع بين المفترق يبقى او لا يجمع بين المفترق يبقى معنى الكلام ان الكلام ده للمالك والساعي، ان المالك ما يجمعش بين المفترق ولا الساعي يجمع بين المفترق خشيه الصدقه. احنا كما بينا ان المالك بيجمع بين المفترق، قلنا لو راى في جمع المفترق ده هو تقليل الصدقه، وجاب لما بيجمع بين المفترق ده لو راى ان في الجمع زياده الصدقه، فعلى ذلك يبقى كل منهم لا حدود، لا يجمع بين المفترق سواء الساعي او كان للمالك. ثم ذكر بعد ذلك روايه عن مسلم بن شعبه قال استعمل نافع بن علقمه ابي على رافض قومي فمرار ابي صدقه، قال فبعثني ابي في طائفه منهم فاتيت شيخا كبيرا يقال له سعر بن ديسم، فقلت ان ابي بعثني اليك لاصدقك، قال ان اخي واي نحو تاخذون؟ قلت نختار حتى انا نتبين ضلوع الغنم، قال ان اخي فاني احدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي، فجاءني رجلان على بعيره، فقال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي طلب الغنم، فقلت ما علي فيها؟ فقال شاة، فعمدت إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضر أو محضر وشحما فأخرجتها إليهما، فقال هذه شاة الشافع، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا، قلت فأي شيء تأخذان؟ قال عناقا جذع أو ثنية، قال فأعمد إلى عناق معصاة، والمعصاة التي لم تلد ولدا، قال وقد حان ولادها، فأخرجتها إليهما فقال نولناها فجعلها على بعيرهما ثم انطلقا، نولناها فجعلها على بعيرهما ثم انطلقا. يبقى كما بينا أن الجامع ده ليه حدود في التصرف، ليه حدود في التصرف، فقال لما أتيا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي طلب الغنم، فقلت ما علي فيها؟ فقال شاء، يبقى على حسب العدد اللي هو عنده، قلنا من 40 إلى 120 فيها شاء،
قال فأمد لسان فأعرض مكانها ممتلئة محضة وشحما، إذا كثيرة اللبن وشحم، فأخرجتها إليهما. فقال هذه شاة الشافع، هذه شاة الشافع. قال أيضا في رواية والشافع التي في بطنها الولد، الشافع التي في بطنها الولد كما ذكر ذلك. قال فقلت فأي شيء تعبدان؟ قال عناقا جذعة أو ثنية، فتعمل إلى عناق المعطار والمعطار التي لم يلد ولدا وقد حان ولدها، فأقربتها إليهما فقال لهما فجعلها على بعيرهما ثم انطلقا. ثم ذكر أيضا قال أبو داود وقرأت في كتاب عبد الله بن ثالث بحلم عند آل عمرو بن الحارث الحمصي عن الزبيدي قال أخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نفيل عن عبد الله بن معاوية الغضبي من غضير القيس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى الزكاة ماله طيبة بها نفسه رافضة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الضرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولا يأمركم بشره. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فعلون فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. يبقى نقول هو بيخرجها كده، يبقى بيخرجها نقول يبقى مش يعني يتمنى ان تكهذا المال، لا يخرجها هي طيب النفس، وان هذا مال ربنا سبحانه وتعالى فرضه عليه في ماله صلى الله عليه وسلم وحال عليه الحول، فبيخرج هذا المال متجرا بها، يعني بيرجو الثواب من ربي سبحانه وتعالى، واعطى زكاة ماله طيبا بها نفسه رافضا عليه كل عام. يبقى كل عام بيؤدي الزكاة وهي ايضا بنفس طيبة وهي بنفس مقبلة على فعل تلك الطعام، ولا يأكل هارما، ما يعطيش كبير السن ولا فقد أسنانه، ولا الضرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولا نزيل شرار الأشياء، ولكن من وسط أموالكم، إن الله لن يسألكم خيره ولا يأمركم بشره. يبقى ناخذ الكرام الأموال، ولا نحن أساسا بناخذ أيضا الهزيل من هذه الأموال. ثم ذكر رواية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أدر عليه فيه إلا ابن قمقار. يبقى جمع المال الابن بتاعته فوجد إن هو لم تقرا لا تقرا إلا ابن قمقار. قال يبقى معنى كده الابن بتاعته ما بين كام؟ ما بين 25 و 35 ابن قمقار. قال ما بين 35 و 35 فهو إذا جمع المال ممكن يوصل إلى 30 الى 31، المهم ان هو كان على 25 وما زادش عن 35. فقال لم اجد عليه فيه الا ابن قمقار. فقلت له اد ابن قمقار فانها صدقته. قال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقه فتيه عظيمه سمينه فخذها. فقلت له ما لا باكل ما لم امر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب. يبقى جاب وساعه ويحلوه، قالوا لا مش هناخذ الا لنا مامور اننا ناخذه. يبقى الجاني ده عارف ان عدد الابل لما يصل كده يبقى فيه ابن قمقار لا ياخذ اكثر من ذلك. قال ولكن هذه ناقه فتيه عظيمه سمينه فخذها. فقلت لا ما لم اخذ ما لم امر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب. فان احببت ان تاتيها فتعرض علي ما عرضت عليه فافعل، فان قبله منك قبلته وان رده عليك رددته. قال فاني ساعد. فخرج معي وخرج بالناقه التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، فإن الله ما قام في مال رسول الله ولا رسوله قبله، فجمعت له مالي، فزعم أن ما علي فيه ابن قمقار، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة عظيمة فتية ليأخذها، فأبى عليه وهيني. قد جئتك بها يا رسول الله خذها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك، فان تطوعت بخير اجرك الله فيه وقبلناه منك. قال فها هي لي يا رسول الله قد جئتك بها فخذها. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركه. يبقى هذه الامام له حق التصرف، لكن عند ذلك نقول ان الجاري ليس له ذلك الحق ولكن بحدود. وابن كعب رضي الله عنه كان يذكر الرجل لم عرى عليه هذه الناقه العظيمه، قال لا لم امر بذلك ولكن انت عليك ابن قمقار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت قريب فقم بعرضي
ذلك عليه. لو قبل ذلك قبلناها وضربناها وضربناها. فعلى ذلك أدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ده هيبقى من باب التطور ما زال على ذلك. قال ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير أجارك الله فيه وقم النوم منك. تطوعت بشيء أزيد سن أعلى يبقى هنقبل منك ذلك الأمر. وربنا سبحانه وتعالى هيبارك لك بالمال. فلما أيضا الرجل أصر على ذلك قبلها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له في ماله بالبركة. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى داخل رواية الذكراء أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة إلى المرة القادمة. نستكمل بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.